رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي معاكم لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، وتبتدي طبعا كالعاده باهم العناوين. الأهرام، المنتخب الوطني يبدأ معسكره اليوم استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، أجيري يختار 27 لاعب وينتظر وصول المحترفين ولا بديل لصلاح محسن. اليوم السابع سلجادو يصل القاهرة للانضمام لجهاز المنتخب قبل مباراتي سوازيلاند. الفجر، المحمدي ومرسي يصلان القاهرة اليوم، غزال يؤجل وصوله للثلاثاء. منتخب مصر يبحث عن بديل لمهاجم الأهلي أمام سوازيلاند. الفجر، تدريب خفيف لمنتخب مصر في بداية معسكر سوازيلاند. الشروق، هاني رمزي صلاح يعاني من سوء الحظ مع ليفربول. وان تري، إجراءات أمنية مشددة في استقبال محمد صلاح في المطار اليوم. البوابة نيوز، انفراجة في أزمة تأشيرات بعثة المنتخب لسوازيلاند. فيتو، الجبلية تحسم مدية المنتخب مع جاري اليوم. بوابة الأهرام، اللاعب حسام حسن أستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني. المصري اليوم، بوينس آيرس تتجمل في افتتاح أولمبياد الشباب، مواجهات صعبة للبعثة المصرية في اليوم الثاني وربع مليون مكافآت للذهبية. اليوم السابع، الاتحاد يلجأ للجبلية لبحث مشاركة المعارين أمام الزمالك في البطولة العربية. الوطن سبورت، اتحاد الكرة يرفض دفع ديون الزمالك. يلا كرة، فييرا يقر نظام جديد للإسماعيلي ويوجه رسالة للجماهير. أس فرانس فوتبول تزيح الستارة عن المبشرون الثلاثين بالكرة الذهبية. سبورت 360، تضارب الأنباء حول مصير لوبتيكي. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار المحلية، ونبتدي من اليوم السابع اللي قالت إن ميشيل سالجادو مدرب منتخب مصر والمستشار الفني لخافيير أجيري وصل القاهرة قادم طبعا من الإمارات عشان ينتظم في معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي سوازيلاند. طبعا عقد سالجادو مع الفراعنة بينص على انتظامه في كل معسكر والعمل في فترة المعسكرات فقط مقابل 5000 دولار شهريا. كمان الفجر الرياضي قال ان احمد المحمدي لاعب استون فيلا الانجليزي وسام مرسي لاعب ويجن اتلتيك الانجليزي وصلوا فجر اليوم يوم الاثنين للقاهره عشان ينضموا للمعسكر الخاص بمنتخبنا الوطني الاول. في نفس الوقت علي غزال مدافع فانكوفر الكندي اجل ميعاد وصوله للقاهره لصبح يوم الثلاث بسبب طبعا ظروف الطيران بعد ما حصل على اذن من الجهاز الفني للفراعنه. الشروق قالت ان هاني رمزي المدرب العام للمنتخب قال ان الجهاز الفني بقياده اجاري بيدرس استدعاء بديل لمروان محسن وصلاح محسن ثنائي نادي الاهلي في حاله التاكد من غيابهم عن معسكر المنتخب بسبب الاصابه. رمزي اكد ان صلاح محسن محتاج على الاقل 10 ايام علاج في الوقت اللي اصابت فيه مروان محسن مش هتمنعه طبعا من الانضمام لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي سوازيلاند. الفجر كمان قال ان اجاري مدرب المنتخب قرر اقامه تدريب خفيف للفراعنه النهارده استعدادا لمواجهه سوازيلاند. قرار اجاري جه لتخفيف الحمل على اللعيبه بعد خوضهم لمباريات قويه في الدوري الممتاز مع انديتهم طبعا سواء في الدوري الممتاز هنا او بالنسبه للعيبه المحترفين، وطبعا هو خايف من تعرضهم لاي اصابات. الشروق كمان قالت ان هاني رمزي مدرب المنتخب دافع عن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بعد الانتقادات الموجهه ليه بسبب تراجع مستواه هذا الموسم في الدوري الانجليزي او بريمير ليج. رمزي قال ان ارقام محمد صلاح لم تختلف كثيرا هذا الموسم عن الموسم الماضي، لكن كل لاعب بيتعرض لفتره من سوء الحظ في تسجيل الاهداف. لسه مكملين معاكم اهم الاخبار المحليه، وبنوصل لوان تري اللي قال ان مجلس اداره اتحاد الكره جاهز استقبال خاص للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني الاول لما يوصل ان شاء الله للقاهره، والمقرر ان هيوصل محمد صلاح للقاهره النهارده العصر يمكن يكون خلاص وصل عشان ينضم لمعسكر المنتخب ويخوض تمرينه الاول بكره بالاتفاق مع الجهاز الفني بقياده اجاري.
كمان البوابة نيوز قالت أن اتحاد الكورة السوازيلندي تعهد لنظيره الاتحاد المصري بإنهاء أزمة الحصول على التأشيرات، وطبعا اتحاد الكورة المصري خايف عدم وصول التأشيرات، وده هيضطر طبعا منتخبنا أنه يتوجه الأول لموزمبيق وبعد كده يتم الانتقال عن طريق الرحلات الداخلية لسوازيلاند. وده طبعا اعترض عليه أكيد المدير الفني خافيير أجيري، لأن ده أكيد هيسبب إرهاق كبير جدا للعيبة منتخبنا الوطني. كمان فيتو قال ان اتحاد الكوره برئاسه هانيا بوريدا هيحسم مع اجاري امكانيه اقامه وديه للمنتخب الوطني مع احد المنتخبات الافريقيه، وده خلال معسكر الفراعنه اللي انطلق النهارده. وطلب اجاري من اتحاد الكوره ان هو يعمل وديه مع احد المنتخبات الافريقيه في نوفمبر اللي جاي استعدادا لمواجهه تونس في الفتره من 12 لحد 20 من نفس الشهر في الجوله الخامسه في تصفيات امم افريقيا 2019. كمان الوطن سبورت قال ان اتحاد الكوره برئاسه هانيا بوريدا رفض سداد الديون المستحقه على نادي الزمالك في قضيه اللعيبه الاكسس موندومو واجوجو وكريم الحسن ونادي ماراتمو البرتغالي. اتحاد الكوره اخطر نادي الزمالك بصعوبه سداد الديون من مستحقات مشاركه لعيبه النادي الزمالك مع المنتخب في مونديال روسيا 2018، وطلب المجلس من النادي سرعه حل الازمه. نروح معاكم للاخبار العالميه واس الاسبانيه قالت ان مجله فرانس فوتبول عن قائمه ال30 لاعب المرشحين ان هم يفوزوا بجائزه افضل لاعب في العالم، وضمت القائمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الايطالي، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي، وكمان البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الانجليزي، والاوروغوياني دييغو جورن والبلجيكي تيبو كورتوا. وضمت القائمه برضو الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الاسباني، وزميله في الفريق الملكي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومهاجم مانشستر سيتي الانجليزي سيرخيو اجويرو، والاوروغوياني اديسون كيفاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والبرازيلي اليسون باكر حارس مرمى ليفربول الانجليزي. وبيتم دلوقتي تحديث للقائمه كل 4 ساعات. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.